بدك تحرم زبيدة من مالك؟ زبيدة بتاخذ لها قرشين بتدبر حالها، بس الأملاك ما حدا بيرتها غير الأولاد. طيب يا أبي شو بتخسر إذا بتعطي مرت عمي وبناتها قرشين؟ ولا حتى تبطل أنزعة وتكسر على منخارة بصلة وتجي تطلب بسات نفسها؟ بدك إياها تجي تطلب مصاري ولا شي تاني؟ الشغلتين سوا. بس بدي إياها تنخ. والله لا خليها تنخ. اسمع يا أبي، عمك الله يرحمه ما كان يفهم علي، أنا ما بدي رزقنا يطلع مرات عيلتنا. هلا أنا شو دخلني إذا مرته ما جابت له صبيان وكانت صاحبته مثل الجديد؟ شو بعمل له أنا؟ شو يعني يا أبي؟ نخلي مرت عمي وبناتها يمدوا إيديهم للعالم؟ لا خسا، قلت لك ما رح نتركه. لك فهم علي شو عم بحكي. فهمان عليك وبعرف كيف بتفكر، بس ماني موافقك على هالشي يا أبي. بس أنت أبي وإلك علي واجب الرضا والطاعة. والله لا تقلب لي يا حزايني، فهم شو عم قلها، هذا السوق ما بيرحم حدا. أصلاً عمك ما روحه غير طيبة قلبه. آخ من ورا طيبة قلبه روح حاله، كان رح يروحنا معه. إيه أنا ما رح عيد نفس الغلطة. لا شغل شغل، السوق ما بيفهم، قلبه طيب حباب درويش، الشغل كله فوترة. لك حتى إذا اشتغلت معك رح فوتر عليك. أنا معي أنا؟ لك إيه الشغل كله فوترة. الله يسامحك، ليش مين إلك غيره؟ ولك هاد بالسوق بالبيت غير شيء. معقول الواحد يفوتر على أهله وعلى عياله؟ عم بحكي بالسوق. فما يا أبي، إذا بدك تصير كبير لازم تاكل كل اللي حواليك. فما بمد إيدك افطري معي، بدي افطر لحالي. صحتين. الله معك. لك الشاي دلعا. يا بي يا بي. شو بك يا بي؟ شو بني؟ خير يا بي؟ فيك شي؟ شو فيني؟ شو في؟ ما بعرف، انا اللي عم اسألك. مرت عمك بسيمة عم تسمع عنا شي؟ شي مثل شو يعني؟ يعني ما بعتت لك شي خبر تقول عندها؟ لا بنو غريبة. ما يا بي والله ما عم أفهم عليه، شو الغريب؟ يعني منين عم تصرف؟ شلون عم تعيش؟ ما حلا تطلب منا معونة؟ هلا فهمت عليك يا بي. إذا عم تستنى مرت عمي تطلب منك فلا تستنى، اللي مثله ما بيطلب بنوب. وليش بقى؟ بدها تموت حالها من الجوع؟ ما حدا بيموت من الجوع، مدبرة حالها. شلون بدها تدبر حالها؟ رجال مشوربين بهالايام وبيهدوا الحيطان ما عم يقدروا يدبروا حالهم. شلون هي بدها تظبط الامور وهي حرمه ومقطوعه؟ ربك ما بيقطع حدا. لا اله الا الله. بس ما عم تركب معي. في انا مركبي. اخي ابو عبدو، بلاقي عندك حرير هندي؟ لا والله يا اختي ما عندي، بس جاري صبحي عنده. اسعاره نار وكاويه. والله ما عندي. معناتها باخذ من الموجود عندك. ايه شو علي؟ زكوان؟ مر معلم. دير بالك. على راسك. تفضل يا اختي. حباب عبدو. وعليكم السلام. اللهم زيد وبارك. تعا شوي عاوزك. تفضل حجي، شرف. شرف. ابو عبدو. بدي اسألك سؤال، بس والله محروج منك شوي. سؤال حجي، سؤال. هلا المحروسة بنتك مو بتكون صاحبتها لحرمة أخي الله يرحمه؟ وليش هالسؤال؟ ما في شي والله، بس كنت بدي اطمن
على بنات أخي، صار لي زمان ما عرفت شو أخباره. وليه ما تبعت حريمك لعندهم لحتى يطمنوك؟ لو عم يروحوا معقول ما أبعته، بس الله وكيلك كل ما راحوا حرمة أخي الله يهديها بتستقبلهم بوش مثل القريص. قاموا بطلوا يروحوا، يعني صاروا يتحرجوا شوي، وأنا بالي مو مطمن على بنات أخي. يخلي حريمك يكسروا بصلي على أنفهم ويروحوا مشان يطمنوه. يعني المحروسة بنتك ما بتحكي لك شي عن حرمة أخي، عن أخبارها؟ عن والله أنا بنتي مربيها لتكون أخت رجال، يعني ما بتحب اللت والعجن مثل النسوان. وبتعرف أنا أكتر شي ندمان عليه بحياتي إنه أنا ما بعتها هالمدارس وعلمتها. شو عم تحكي يا عبدو؟ لا عم تخبص أنت، شو علم وعلاك مصدي؟ الحرمة مرشوعة على بيت جوزها. وبركدا ما تجوزت، وبركدا أولادي ما رجعوا، أنا مين بده يحفظ مالي من بعدي؟ ليش ناوي تورطها بعد عمر طويل؟ شرع الله يا حجي، شرع الله، وما بدك مين يقلك عليه. يعني أنا على رأسي بعرف إنه شرع الله سبحانه وتعالى، بس يعني ما بتركب معي إنه نحنا نتعب ونشقى وبعدين نورط صهرنا الغريب. لا مو زابطة. مهم حجي، أنا كل اللي بعرفه إنه أهل بيت أخوك ناس صاحبين أصول وما بيردوا حدا ممكن يدق بابهون. ايه، وعم يقولوا إنه المستورة عم تشتغل وعم تعيش بناتها أحسن عيشة. شو؟ عم تشتغل؟ لك شلون عم تطلع من بيتها وهي لساتها بالعدة؟ لك طول بالك يا حجي، المخلوقة ما عم تطلع من بيتها. لك قطع لسانك قطع. والله يا معلمي أنا سكوت سكوت. لا تخليه يسكت، لا تخليه يسكت، بدي أفهم الديباجة كلها. ايه حجي، مرت أخوك عم تشتغل ليل نهار بالطارات والعبي منيح؟ ايوه، وشغل العبي هلا بيعيش هيك عيشة مرتاحة؟ هذا حكي ناس، وانت بتعرف حكي الناس يا حجي. بتعرف كمان يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. بعدين لك يا حجي، أهل بيت أخوك ناس نفسهم عزيزي، لهالسبب هذا الناس بيفكروهم وإنهم ما نهم بحاجة يعني. بعدي الله وكيلك لك عمي، الحجة زهرية وبنتي عم يشتغلوا معهم ليل نهار، مشان هيك عم تكون يعني الرزق ماشي حالها. آه هيك طمنتني، الله يهدي بالك مثل ما هديت بالي. أنا مو مشان شي والله، بس مشان طمن عليهم، لحمي ودمي هدول. طمن حجي طمن. ماشي بالإذن أبو عبدو، بدنا نروح نلحق رزقنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لي لكان بدك تورطها لبنتك. شرع الله يا حجي، شرع الله. لا إله إلا الله. ولك انت بدك قص لسان، انت بدك قص لسان.